وفي اللاذقية نزلت كاميرا الدنيا إلى الأسواق لترصد حال الأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك. ظروف استثنائية عز فيها على المواطن السوري أن يستقبل شهر رمضان بالحفاوة المعتادة، فالأسعار الكاوية طالت جميع المواد الغذائية الأساسية، وعلى رأسها واحد من أهم مفردات هذا الشهر وهو التمر، ما جعل المواطنين على اختلاف مستويات دخلهم يعلنون على استحياء أن موائدهم لهذا العام ستكون متواضعة. بالعادة تمر، توت، كل شيء بناخذ. السنة الماضية كل شيء أخذنا، السنة بالمرة شو 300 ليرة والله ما رح أقدر أخذه للتمر. سلطة وشي ناشف يعني سلق بطاطا وهيك شيء. كيلو الخيار بشكل عام يعني بين 60 و50 هون بالسوق، بس عم نركض على الخيار اللي ما بيسوى بصراحة مشان يتناسب مع دخلنا. شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، اشتريت بندورة كيلتين الكيلو ب175 وكيلتين الكيلو ب50، يعني سعر هيك، بس كل واحد على كيفه على مزاجه عم يبيعه. اسعار فليفله، بتعرفي الفليفله؟ فليفله. ورح تشتري ب 50 ليره؟ مضطرين، شو بدنا نساوي؟ بدنا نشتري يعني. المواطنون حملوا المسؤوليه للجهات التموينيه التي غاب دورها المفترض في الرقابه على الاسواق، ما ترك الباعه يتحكمون بالاسعار دون اي رادع، اما الباعه فردوا الاسباب الى شماعه الازمه. نحن ما يلومونا، نحن يلوم التجار فوق. كيلو التمر هندي نحن بنجيبه كان اول ب 100 ب 120 ليره، هلا التمر هندي ب 400 ليره. هيدي ماده من الصعوبه عم تيجي توصل لعنا لهون، عم تمر على 70 مكان وعلى 70 محل وعم تكلف ايام ارواح. شو إلى علاقه المنتجات المحليه بارتفاع الدولار؟ كل مره بيقولوا ارتفاع الدولار، كل يوم في اسعار جديده، رقابه تموينيه نهائيا ما في بالسوق. في بيانات جمركيه فيك تشوف، ليش التموين ما بيلاحق هالامور هيدي؟ اخي حط لوجو على البضاعه، ايمت تاريخ استيرادها، شو كان سعر الدولار؟ يا اخي نحن ما لنا ضده. موائد رمضان العامره بما لذ وطاب والتي اعتاد الشعب السوري على استقبال الشهر بها ستكون عزيزه هذا العام، والسبب هو الارتفاع الهائل في الاسعار. ريما راعي، اللاذقيه.